عندك الخاتم هذا هادي ديال الذهب. اي 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 لقيتوني غادي نحل هاد الصندوق هادي. وهنايا فين كاينه الحصيله ديال الفلوس او النقود. المهم ولكن قبل ما نحلها انا الحقيقه بحالي بحالكم ما عارفش شحال فيها بالضبط. ولكن قبل ما نحلها خاصنا نشوفوا بعدا الحصيله ديال النقره شحال كاينه هنايا في هاد الصندوقه هادي. المهم الحصيله ديال النقره على هاد الشكل هذا. هادو غورميطات ديال الليد. عندك الاولى عندك الثانيه وعندك الثالثه هادي. ثلاثه دابا عندك اربعه وعندك خمسه. هادو غورميطات ديال الليد. عندك سته هادي. هادي ماشي غورميطه هادي واقع على خلخال ديال شي بنت غالبا خلخال ديال رجل. يعني خمسه د الغورميطات ديال اليدين وعندك خلخال. وبالنسبه للخواتم تقريبا يكون واقع على شي 13 خاتم بحال هكا ولا 14. عندك هاد الخاتم هذا وعندك هذا. هذا تنظن واقع على ديال الجواز ديال الجواز حتى هذا واقع على ديال الجواز ديال برا يعني اوروبا. عندك هاد الخاتم هذا عام 4 دابا. عندك هاد الخاتم هذا خمسة وعندك هذا تاع ديال الزواج هو ستة. وعندك هذا ديال البنات سبعة وعندك هذا تا هو ديال الزواج هو ثمانية. وعندك هذا وقع تا هو ديال الزواج هو تسعة. هو عندك هذا تا هو ديال الزواج هو عشرة. وعندك هذا هو 11. كاين هذا هو 12 وكاين هذا هو 13. يعني 13 الخاتم الحصيلة ديال النقرة في الخواتم وخمسة الكورميطات وخلخال واحد ديال البنات. وعندك بالنسبة للذهب لقيت حاجة وحدة ديال الذهب هي هاد الزواقة هادي ديال الودنين. هادي ديال الذهب مكرهة تكون لقيت حتى الثانية ولكن غير وحدة هي اللي لقيتها. وعندك كاين هاد الخلخال هذا ولكن ما كاملش شي حتى هو خلخال ديال شي بنت. وهادي هي الحصيلة كانت ديال النقرة. ودابا غادي ندوزو للحصيلة ديال اول حاجه باش نحلوها جبت هذا الموس هذا ضروري حيت ما غاديش نحلها هنا من الوسط غادي غير هنايا حيت الفوق ديال غير السكوتش هذا عندي لا ديك اللعبه ديال بحالها كما كتشوفوا شي من الفوق بحالها كاين. انا حيت مدور عليها السكوتش بزاف راه صحيحه شي مدور عليها هكا غير بالعقل باش تحل باش نحمي اليد ديالي. اي 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 اي, أي. اي 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 هادشي دابا شنو كنشوف تنشوف الفلوس اوراق النقديه بقات الفوق. دابا انا تنفكر واش نبدا بالوراق ولا نبدا بالشقوفه. نبداو بالوراق من الاحسن باش تسهل علينا القضيه باش ندوزو المهم هاي الصندوق غنحطو هنايا ندوزو الاوراق. راه مازال دابا شي 50 درهمات لتحت مازال غتفكر. المهم راه واحد 100 درهمات واحد الدوميلات. المهم كنت خديت واحد الزعانيف وخديت واحد الماسك. المهم خديتهم من هادي ما عندك ما دير خديتهم من هاد الفلوس ديال الحصيله هادي باش كملت بهم ولا العيبات. المهم خديت شي لعيبات هادشي غادي يكون هنا شويه الحصيله ناقصه شي مازال هادي بيا العذاب. دابا ندير واحد البلان زوين كي لا بلان الاول عندي حل واحد شنو هو هو غادي نفرشكم هنايا باش البرد كاين هنا البرد ما نحطو هنا نسدو نسد الكرسي. اي 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 الدرهم اي الفلوس هاي طايرة دابا مزيان كيفاش خويت هاد الصندوق هذا عرفتي راه شحال ديال هاكا ضربو ضربو عليه كاين بلاتي ما خصناش خسر المفاجأة. المفاجأة ستبقى سرية تنحسبوها كاملين. بالنسبة للوراق عندك هنايا شحال 50 درهم 3000. بالنسبة للوراق دابا كاينة 5400 ريال. دابا غادي ندوزو للشقوفة يعني كاينة 100 درهم عندك هنايا 7400 دابا 10 يعني 100 درهم 7400 ريال يعني هنايا دابا ولات 9400 ريال 10 100 درهم عاوتاني دابا ولات 11400 ريال. عندك هنايا كاينة هنايا 100 درهم هي دابا ولات 11 ولا 13400 ريال 50 قلنا 13400 دابا هنايا 50 درهم هي ولات 14400 50 دابا 15400 هنا 50 درهم هي ولات دابا 15400 ريال 50 درهم قلنا 14400 دابا ولات 15000
15 ولا 16 قال 15 المهم 15400 الا غلطت غادي نحاولني في الفيديو. عندك 15600 ريال وهاد الصريف هنايا تكون تقريبا عندي شي 3 دراهم ولا 4 دراهم يعني 15600 ريال وهاد الصريف هذا كما شفتوا الحصيله كانت مزيانه ومزيانه دير بصح. المهم 15600 ريال وشي 2 درهم بحال هكا. المهم حصيله كما كتعرفوا كيف العاده. يا سلام.